مجدا لك أيها الرب يسوع، وشكرا إذ دعوتنا إلى وليمتك هذه الليلة لنستمع إليك ونتعزى ونفرح ونحن قد برئنا من خطايانا، فأنت وحدك الذي تصفح عن سيئاتنا وتغفر لنا كل ما مضى. اجعلنا دائما مستحقين لهذه الدعوة لكي نشعر دائما بأننا قد برئنا من كل خطايانا وأمراضنا الروحية. آمين. استجب أيها الرب يسوع. أن تكون بريئا وغير خاطئ ونظيفا من كل آثامك، فرحانا بصك الغفران الذي أعطاه لك الرب يسوع إذ مزقه على الصليب، فصرت ابنا وسحقيت أن تنال الدعوة إلى ملكوته العجيب. المسيح الإله الذي تفضل وجاء إلينا في صورة إنسان لكي يحمل هو وحده كل خطايا البشرية التي تؤمن بقدرته ونعمته، أنه هو وحده الذي يغفر ويصفح والذي يزيل عنا كل آثار الجرائم والخطايا التي ارتكبناها بمعرفة أو بغير معرفة. وعندئذ تنال الفرح الذي ينسكب على قلبك من السماء، فتزداد تهليلا وتمجيدا للإله الذي تعطف علينا بهذه المنحة المجانية. وكيف ننالها أو نحصل عليها؟ فقط عليك أن تؤمن بالرب يسوع أنه هو الذي جاء إلى العالم خصيصا لأجل خليقته التي خلقها حبا منه، وقربنا إليه لكي نكون له أبناء. أصلا هو يحبنا عندما خلقنا، ولكن نحن عندما جاء الشيطان بحياله الرديئة ولا زال يأتي ويسمع الإنسان من كلماته العذبة شكلا والمسمومة حقيقة، الشيطان يصور للإنسان أن كل طلباته وكل احتياجاته بين يديه، ولكن الواقع الإنسان أصلا لا يحتاج لشيء من عطايا الشيطان، هو يحتاج إلى حب الإله الذي أعطاه منحة سماوية لكي يتمتع بالعطايا الروحية ويبتعد عن الدنايا، لأن السعادة الحقة ليست في أكل أو شرب أو مزايا عالمية أو عطايا ثانية، بل هي في الملكوت السماوي بالقرب من الإله المحب، مسبحا مستمعا إلى أصوات التسبيح الملائكة ومشتركا بكل عواطفه وقلبه في هذا المجد الممنوح من الإله والظاهر في أنواره في بهائه في حبه المتبادل مع خليقته. وعندما ينخدع الإنسان طواعية ولم يكن هنالك من عذر له، هو قال إنه قد خدع، ولماذا لم ينتصر وقتئذ؟ لو كان هو ناظرا ومتذكرا لكل وصايا الإله لما انخدع ولما سقط. وهكذا نحن أيضا
نسقط بإرادتنا عندما ننساق للحيل العالمية والشريرة، ونتمتع عندئذ لو كنا نطلب الإله ونقول له ارحمني أو انجدني أو انقذني، لكنا تمتعنا بعظمة الانتصار، بالقوة التي تمنح لنا في هذه المعركة من الإله القدوس. فنهلل ونسبح ونقول أشكرك، وكلنا نقول نشكرك، لقد أنقذتنا من السقطة، ولقد رفعتنا من الحفرة، وجئت بنا لكي نسجد وننحمي أمام مجدك ونعاين عظمة حبك. ولكننا ننخدع وبعد إذن نبحث عن الهدوء الداخلي فلا نجده، نبحث عن الراحة الداخلية نجد حزنا أنينا، ولا نجد أي شيء من المسرة التي توقعناها من الفكر الرديء. ما هو الأفكار الرديء؟ ما هي الأفكار؟ هي أفكار جزدانية عالمية مادية، من أموال، من أكل، من شرب، من لبس، من جسد، كلها فانية، وأي نوع منها لا قيمة له. بعد قليل وليس كثير نشعر بالمرارة، وكيف نزيل هذه المرارة؟ نحتار كثيرا. جاءت الوصايا قديما للبشر من قبل الله على يد أنبيائه، ولكنها كانت محدودة، لابد من علاقة مباشرة مع السماء في شخص الإله الذي ظهر لكي يرينا حبه وحنانه ورحمته. الخطية هي تعدي على الله، كسرا لوصاياه، بعد عن حبه ورضاه. ماذا إذن يساعدنا على أن نبعد هذه الجفوة وهذه الحفرة التي سقطنا فيها؟ كيف نرتفع وكيف نبعد الدين الذي نحن به مثقلين؟ لا شيء إلا القادر على كل شيء. من هو الإله؟ وكيف نراه ونلتمس منه أن يرفع عنا هذه التجربة المرة؟ هو بنفسه تواضع وتنازل وجاء إلى كل منا، يقرع باب قلبه، يطرق أحاسيسه ومشاعره. أنا جئت لأجلك، أنت صنعت يا إنسان بيني وبينك جفوة، أنت أيها الإنسان بإرادتك سقط، ولكن المحبة التي لا تسقط أبدا هي محبة المسيح. نحن فيما بيننا قد نختلق أسبابا واهية ونجعل قلبنا مرتعا للخصومات. أنت قلت وأنا قلت عتاب مرير، لكن عندما يظهر المسيح في الوسط تختفي كل المشاكل. الأب يصطلح مع ابنه، والأم مع بنتها، والأسرة تعيش في سلام مع الله. إنما عندما يختفي المسيح من الوسط لا نستطيع نحن بمفردنا أن نصنع صلحا، لا مع أنفسنا ولا مع الغير ولا مع الله. يسوع الغافر، وكيف يغفر ويصفح وينسى؟ المحبة تغفر وتنسى. إذا كنا نحن البشر في حبنا لبعضنا نتناسى كل الهفوات أو الأخطاء، عندما يمتلئ القلب بمحبة المسيح والذهن يسترشد بنور كلامه نغفر ونصفح ونتناسى عن الماضي. فما بال القدوس الذي لا يحب الخطيئة ولا يسمح أن تقترب منه، هو الذي يعطيك القوة، وهو الذي يكون أولا صافحا وغافرا وماسحا للخطية ومفرحا للبشرية. وعندئذ نشعر بالقدرة الإلهية التي تفوق كل الأفكار وكل الحكمة البشرية. يسوع المحب
الذي يستطيع أن يريحك من كل خطية، وبغيره تظل منزعجا قلقا متخذا كافة الوسائل لكي تشعر أن أعماقك قد اختفى منها ما يسيء إلى براءتك، والذي يعيدك إلى الطفولة البريئة. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. ما هو الذي يزين الأطفال؟ لا يعرفون الخطيئة ولا يقتربون منها ولا يمارسونها. إذن الطفولة التي يراها يسوع بركة لنا هي التي تكون باستمرار قريبة من يسوع، النفس البسيطة المنسحقة المتضعة الذي تجلس وتخاطب يسوع بلغتها البسيطة هي التي تقبل لدى السماء. أما الإنسان الذي يتعجرف ويتكبر ويظن أنه كل شيء، يصوم ويصلي كأنما السماء قد اختفت من السعادة المادية، فتجيء البشرية وتأكل وتشرب كأنما هو كل شيء. لا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يا يسوع، اليوم الكنيسة تقرأ هذا الإنجيل، يجيء الشيطان ويقول للرب يسوع: أنت صائم لك مدة كبيرة، وماذا يدفعك لهذا؟ أنت تستطيع أن تقول للحجارة التي تملأ الأرض وها نحن نراها: كوني خبزا، تصير خبزا فتأكل، وجسدك الذي يزبل وينحل يستعيد قوته ويبدأ نشاطه، ولا داعي لهذا الهزال. يسوع لا يقبل أن أولاده يجوعون، إنما هو يعلمنا كيف نتخلص من الأمور المادية ونشبع بالروحانية ونرتفع عن هذه المأكولات حفظا للصحة لا ضررا لها. وفي الوقت نفسه هنالك تفرغ للحديث مع الحبيب. ومن هو الحبيب الذي أحبنا فضلا؟ اللي هو أحبني وتقدم إلي وبقبلاته وأحضانه الحانية ضمني إليه ولم يكتب علي خطيئة ولم يرى فيها عيبا رغم عيوبي كلها، ولكن رأى فيها ابنا له ففتح قلبه لي، وأنا أحسست بحنانه ونسيت الأكل. بيعلمني يسوع أني أنسى الأكل وأذكر ما هو أفضل من المأكولات التي أتلهى بها، وما لها من أمراض وما أكثرها بسبب الأكل. وحينما يجيء مريض إلى طبيب ومهما كانت قدرته ومهما كان علمه يقول امتنع عن الأكل، ويرص ويكتب له قائمة: لا تأكل كذا من المأكولات فإنها ضارة لك. كل بسيط، كل خفيف. الله، هو المأكولات اللي خلقتها يسوع قال ما هي كثيرة وممكن تأكلها كلها ويأتي غيرها، ولكنها مؤذية. لماذا تؤذي صحتك؟ عندما يكون الإنسان حكيما يفكر ويهتم إذا كانت الصحة الجسدية لها ما يؤذيها، ورغم أنها قليلة الأيام وغير مضمونة في هذه الحياة أن تدوم الصحة الجسدية، لماذا لا نهتم بالصحة الروحية وننصرف قليلا عن المأكولات التي تؤذينا ونتفرغ لجلسة مع الحبيب ونفرح به وهو يفرح بنا، وننصت إلى صوته ونستمع إلى كلماته، وعندئذ تنفتح السماوات بما فيها من أمجاد، ويتهلل هذا الإنسان البسيط ويرى أن كل ما في العالم حقير وتافه، شأنه شأن الحيوان، يأكل ويشرب، وبعدئذ تنتهي مدة هذا الحيوان في المرعى في البيت في الشارع في أي موقع وتنتهي، ويدفن
ولا رجاء له في أبدية أخرى. أما الإنسان الذي له رصيد من الحب ومخزون له في السماوات ومعد له بيت باق هناك ينتقل إليه، أما الحيوان ينتهي جف دمه، انتهت كل نبضات قلبه، اختفى وليس له مجيء آخر أو قيامة أخرى. لكن الإنسان عندما تنتهي أيام غربته على الأرض يلجأ إلى السماوات وإلى الأفراح وإلى المنزل المعد له والمجهز بنعمة المسيح، ومتى أعددت لكم مكانا أعود وأخذكم إلي. يعني معناها أنت في انتظار مؤقت هنا في محطة تجلس فيها قليلا، ثم بعد ذلك تخطو الخطوة الأخيرة وتقول له أشكرك يا رب، أنت أعددت لي مكان. سمعاني الشيخ يقول الآن قد رأت عيني خلاصك، انتهت كل حاجة، أنا دلوقتي شفت الخلاص، شفت الأبدية، اطلق عبدك بسلام. لا داعي لهذا الانتظار ولهذا الملل، أنا فرحان شفتك يا يسوع، أنت الموعود، أنا الذي لم أصدق فيما بعد فيما مضى، ها أنا سأصدق الآن وإلى ما لا نهاية أنك جئت لخلاصنا. يبقى بالحالة دي أنا مزعج، انتهت الأيام، شكرا يا يسوع، باقي قليل، أعني فيما تبقى، ريح السماء ده النهاية والأمل المنشود. فالصوم مطلوب عشان أنا في الوقت نفسه أبقى فرحان بالسماء الجاية، ولا أقول ها نعد الأكل، نعد الشرب، هنتغدى، الكنيسة طولت في القداس، لا، ده الكنيسة بتمتعني وبتصرفني عن الأكل ومضاره، وليس الأكل ومزاياه أو محاسنه أو ما أعددناه ياه ما أشاه، كل ده كلام موقوت ولا أكثر منه غذاء، إنه لخطوات محدودة ولجسد بالي يفنى ويزول. إيه المطلوب؟ مطلوب حاجة واحدة ما فيش غيره، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وكل الأشياء دي السماء مسؤولة عنها وجه مجهزها لك، والأرض بخياراتها، ويسوع بطعم الطيور، وأنت يا إنسان الذي على صورة الله كما خلقها هو خلقنا على صورته، يعني نحب الخير ونهرب من الشر، صورة الله المنطبعة فينا نحفظ وصاياه، صورته الحقيقية أن نفرح بيسوع الحبيب. ولكن بعيدا عن ذلك يبقى إنسان مريض روحيا قبل أن يكون جسديا، مرض يحتاج لبرء وشفاء، من الذي يبرئ ومن الذي يعطي القدرة على احتمال العالم ومشاكله، أو القدرة على الهروب من خطاياه وإغراءاته؟ القادر يسوع الذي أحبني وهو باستمرار متطلع إلي، يفتكرني، يمد يمينه ويعيني ويخرجني من أي تجربة. والتجربة لا تأتي للإنسان، وإذا كانت التجارب هي شيطانية، إلا برضاه هو على هواه ومزاجه. لما يبص الشيطان ويشاور له على حاجات ويقعد يوزف ودنه أو يسمعه كثيرا يندوش، ينسى نفسه، يسقط، يصرخ، كويس انه يصرخ. لكن لما هو يقعد في النكبة بتاعته والنكسة ويقعد كده يتأمل، ليه سقط؟ ايوه انت انسان ضعيف، لازم تذكر انك ضعيف وانك سقط. لكن لما انت تعاتب نفسك في كبرياء لماذا سقط، لن تقوم. ولكن عندما تنحني وتخضع وتترحم على نفسك يا خسارة، تلقى الرب يبعث لك جواك انك انت تقول اه يا الهي انقذني وارحمني، ده انا خاطي، تعترف انك خاطي وتعترف انك ضعيف، وليس هنالك من قوة تعينك وتخرجك من هذه التجربة إلا يسوع وحده.
بغيره هتقعد ضعيف طول عمرك. تقول ازاي ما انت ضعيف من الاصل، انت تراب، لكن فيك نسمة حياة، عطية من الله، عليك ان ترجع الى مصدرك. مصدرك فين؟ تراب، اعجز التراب والى تراب يعود. ولكن حقيقة ان هذا التراب الغلاف الخارجي يحوي جوهرة ثمينة، الا وهي الروح المعطاة من الله. يرجع للمصدر بتاعي، يا الهي انا ضعفت، يا الهي انا سقطت، وانت غفرت لي فيما مضى عن كثير وكثير، هل استطيع ان اعود مرة اخرى اليك؟ هل اجد بابا مفتوحا؟ الصوت يدوي والاحاسيس في اعماقك تدوي، تقول لك نعم انا الرب فديك، انا فديتك، انا دفعت الثمن، فقط عليك ان تشعر بانك خاطي، وفي الوقت نفسه ان خطيتك لن تغفر الا اذا احسست ببنوتك وامنت ايضا بلاهوتي، ان المسيح قد جاء ليغفر. ولمن؟ للخطاة. بولس الرسول: الذين انا اولهم. يا انت يا بولس اللي بتكرز وتبشر، قال انا جحدت المسيح ومش هو وما كنتش يعرف، ده انا خاطئ واول الخطاة واصغرهم ولا استحق شيئا. كم وكم النداء يدوي وصوت الرب يخترق الاعماق، ويقولك انها ساعة مقبولة الان، النار ساعة مقبولة. ايوه نقترب ليسوع. نفكر في ماذا تفكر؟ من ادراك ان بكرة يجي؟ من ادراك ان الزمن ملكك؟ الزمن ملك لخالقي، اما انا وانت فنخضع لهذه الارادة الالهية ونقول واغفر لنا ذنوبنا. نعترف ان هنالك ذنوب، وان هنالك خطايا، وان هنالك اوجاع داخلية والام نفسية وروح معذبة وهابطة تريد ان تتحرر من كل خطية وان تقترب الى المخلص. فقط عليك ان تحس بانه ليس من مخلص في هذا الوجود الا الذي جاء من سماء مجده لكي يخلص السماء. دي شغلته، ده عمله. المسيح قال ما فيش حد في الدنيا يقدر يقول انا اخلص من الخطية غير يسوع، غير يسوع وحده. الله قديما وكل العهد القديم وكل الخليقة بكت وشكت وظلت بخطاياها، ولكن دم يسوع المسيح ابنه يغفر من كل خطية. مش دم خروف بهيم، لا، روحك أثمن من كل هذه الحيوانات. إذا من الذي يدفع الثمن؟ ومن هو الطاهر والذي بلا خطية؟ إن قلنا إننا بلا خطية، إحنا البشر نضل أنفسنا، بنضحك على روحنا، وليس الحق فينا، كلها أكاذيب. لكن حقيقة أنك تأتي إلى يسوع في مخدعك، في صلاتك، أمام الكاهن، أمام الجميع، إذا لزم تقر بخطاياك وتعترف بأنك ضعيف وأن الخطية بتسيطر عليك وليس هنالك من يعينك أو يساعدك غير يسوع وحده. نقول إيه الشيطان يقول لي يسوع ياه ما تاكل، يلقى كلام ماليش لزوم. طيب وانت وجودك هنا بيننا مش لازم تعمل حاجة كده عشان الناس كلها تآمن وتزداد ايمانا؟ تعال فقل هيك، انت بتصلي، انت بتعبد، كل ده ما هدمتش في حاجة، كل وصايا العهد القديم انت بتعترف بيها اولا واخيرا. تعال فوق هيك المفوق فوق السطح، وارمي نفسك من فوق، وبعد كده يا تنزل كده محمول على أجنحة الملائكة، ولما تنزل كده الناس تهلل وتسقف ويزداد إيمانهم بيه. ايه هو ده كله؟ قال له ايه ده؟ أجرب ربنا؟ قال له لا تجرب الرب إله، الرب إلهك تعبد وإياه تسجد وله وحده وتسجد، أنت ما تسجدش حاجة تاني. يعني أنا لما أعمل كده وينزل ناس يشوفوا كده يقول ياه ايه ده؟ هو المسيح بالصح، يعني حيل كاذبة
وغرور يدفع الإنسان إلى كبرياء واعتزاز بالذات، بينما هو تراب وتراب ينحني وجبهته في التراب ويقول أنا تراب وإلى تراب. يتحايل من هنا وهنا، أقول لك نعمل حاجة أحسن من كده. تعال بص كده، شوف العالم كله، شوف الممالك كله، ده بينقل الفكر الذي يجيء به الشيطان إلى عقلي ويقول لي التمنيات الكاذبة، لا هو هياخدني على جبل ولا هيمشورني الطريق ولا هيخلي قدامي أي حاجة من المناظر دي ولا غيره. يبص كده يقول لي بص فلان عمل ده سري ولا حد قدر يمسكه، وغش في تجارته وقاعد يعمل، وبسرعة لقناه كسب وباني عمارة وعنده أرصدة وعنده وعنده. انت بس هتدخل في حرام وحلال، خليك في خبتك ومش هتزداد ثروتك ويعمل كده. والتاني كمان بص المراكز ومين عنده المركز ده، مراكز كبيرة وحصلوا عليها ازاي؟ بالتزلف الى الامراء والكبراء والحكام، وبهذا التزلف والتقرب منهم استطاعوا ان ينالوا مراكز على حساب من؟ على حساب المسيح، وانكروا مسيحهم وبقوا. اوه يقول له دي عندك الدين واسجد لي للرب الهك تسجد واياه تعبد. وهكذا كان الشهداء يقرون بايمانهم علنا ويستشهدون علنا، ونحن نكرمهم ونفرح بهم علنا. اما التهرب من المسيحية ونقول لهم دول اللي هم بيصلوا على اكتاف الغلابة والمساكين، لا، طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. اما هذه المعزة والمراكز هي باطلة ولا قيمة لها، وعبارة عن سراب خادع. نحن نسعى الى الملكوت، والملكوت لابد ان تكون بريئة، وكي تكون بريئا ونقيا عليك ان تؤمن بمسيحك الايمان الذي يبررك ويحررك ويقودك الى المجد دون ان تشعر بشيء من الخزي او العار. ارجو ان نكون منصتين ومنصتين وعاملين، وفي عملنا نطلب محبة المسيح ونعمته التي تشجعنا، ونطلب غفرانه ومحبته لكي نفرح دائما ونشعر اننا بنين وليس أجراء وليس مزيفين، بل أبناء مطيعين وخاضعين وبالمسيح فرحانين وإلى الأبد مرنمين ومصلين وعابدين بالروح والحق. شكرا للمسيح الذي يجيء بنا ويرحمنا ويغفر لنا خطايانا، نتمتع بحبه، نستمع إلى كلماته، وننظر إلى السماوات ونجدها قد تجاوبت مع صلواتنا، والسماوات تنصت إلى كلامنا، وهو الذي يعطينا نعمة فنهلل ونفرح ونشعر بمجد المسيح، ولا نستعير ولا نشعر بالعار عندما يوبخنا أو ينظر إلينا الآخرون أننا ساقطين. لا، احنا مستقطين، ده احنا قائمين ومرتفعين، وبالمسيح نحن أمراء ولسنا حقراء، نملك الرب يسوع ولو أن مظهرنا فقير، ولكننا حقيقة نملك السماء والأرض أيضا. ونملك في الأرض، لا أشعر أن الأرض تستحق الملكية، ولكن نحيا فيها ونحن فقراء، ولكن في يقيننا أننا بقوة المسيح لن نهزم ولن نغلب، بل إلى الأبد بالمسيح يسوع نحن منتصرون. يا يسوع أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة
والمجد إلى الأبد أمين. نشكرك يا إلهي. يسوع يبارككم وتجوا تاني وباستمرار وإلى لقاء الأسبوع القادم. والآن انصرفوا مرنمين مهللين مصلين ومفتكرين بالرب يسوع باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.